اليوم كلامنا عن السلوك، سلوك الطفل المشاكس. طبعا بتوقف سلوك أطفالنا من حيث شكله على العديد من الأسباب والعوامل، فمثلا قد يتأثر شكل هذا السلوك بنوع استجابتنا تجاهه، كما يتأثر أيضا بنوع تصرفاتنا وسلوكنا أمام الأطفال نحن من حيث الشكل والمضمون وما قد يتعلمه الطفل من محيطه. من هنا يقع الأهل في حيرة من أمرهم بين البطش والقسوة أو التهاون واللامبالاة في ردات فعلهم نحو بعض تصرفات أطفالهم، واللي تعد مرفوضة على مستوى الأخلاق والتربية، واللي بتظهروا بشكل الطفل المشاكس. عشان كده يجب التعرف أكثر على مفهوم ومعنى الطفل المشاكس وما العوامل التي تسبب أو تتسبب في هذه الظاهرة، وبالتالي الطريقة الأنسب بتوجيه وإدارة سلوك الطفل المشاكس نحو سلوكيات محمودة. كل ده هنعرفه وأكثر مع ضيفتنا اللي معانا النهاردة، الدكتورة رقية دومة، خبير تطوير ذات وسلوكيات المجتمع العربي. دكتورة أهلا بيك. أهلا وسهلا بيكم وبارك فيكم على هذا البرنامج الطيب. أهلا وسهلا دكتورة. من هو الطفل المشاكس؟ طبعا تعريفنا لكلمة المشاكسة تحديدا ينطبق أو يعتمد على منظورنا نحن لتصرفات الأطفال. يعني على مرور الزمن تغير النظرة لهذه الكلمة، فأصبحت تقييماتنا إحنا اللي أحيانا تضع الطفل بين قوسين تصنيفه في معدل غير طبيعي وهو يكون طبيعي جدا. فلما نقع أو لما يقع علي أثر كلمة مشاكس أن نشوف أنه هو مش أي حد يسمع كلمة مشاكس يتوقع الطفل اللي يدير في فوضى أكثر من اللازم، الطفل اللي مش قادرين نسيطر على تصرفاته، الطفل اللي يؤذي في الآخرين. لكن في الحقيقة استعمالنا إحنا لهذه الكلمة يتغير من زمن إلى زمن. إحنا الآن في زمن المكود، أنا أحب أسمي هذه الكلمة زمن المكود. أغلب الأمهات، أغلب اللي يتعاملوا مع الأطفال للأسف حبدوا الآن وضع الطفل إنه يظل ماكت في مكان معين، الأشياء اللي يستعملها قليلة جداً، موجود في عالم محدود جداً. فبالتالي أحياناً بعض الأمهات بدون قصد منهم وأحياناً حتى بعض المربيين يستعملوا اسم ولفظ مشاكس على طفل هو غير مشاكس. فعشان هيك لازم إحنا نعرف أن التصنيف الصحيح والكلمة الصحيحة اللي إن نقوله على طفل مشاكس هو الذي يقوم بتصرف خارج عن السيطرة ولا يمكن التحكم في تصرفاته وردود أفعاله مؤذية للآخرين، هذا مشاكس. لكن للأسف إحنا الآن أصبح حتى الطفل المتجاوب، الطفل اللي عنده ذكاء اجتماعي عالي جدا، ذكاء عاطفي عالي جدا، أحيانا يصنف على أنه مشاكس لأن المعلمة مع احترامي للجميع أو الأم أو اللي يقوم برعاية الطفل يحتاج أنه هو أو متعود أنه يتعامل مع الأطفال وهم قليلي الحركة في أزمنة الآن، يمسك الجهاز نتاعه، ممنوع أنه هو يتحرك، ممنوع أنه هو يسأل، ممنوع أنه هو يكثر استفسارات، بينما هذه هي الأمر الطبيعي. فعشان يكون تقييمنا للطفل المشاكس صحيح لابد أن احنا نعرف المعنى الصحيح لهذه الكلمة، وهو الخروج عن الحد الطبيعي للاستفهام. طيب. والتعرف على الطبيعة، أن الطفل بطبيعته حيلمس، هذا هو اللي بينمي له المدارك المعرفية، اللمس، التحريك، السؤال، مثلث متى، أين، كيف، هذا ضروري تحت 12 سنة. إذا كان الحد أعلى من الطبيعي، وما هو الطبيعي؟ الطبيعي أنه يكون عنده نشاط بمعدل يعني ما يمكن أن يكون ما يساوي 10 دقائق من كل ساعة بالمجمل يعني للأم. أما إذا كان استنزف الطفل 6-7 ساعات من جهد اللي حواليه، أنا ممكن إن إحنا ندخلوه في هذا التصنيف. إذن يعني عدة عوامل هي اللي فينا نصنف من خلالها الطفل على أنه هو مشاكس: المبالغة أو تجاوز حدود معينة بردود الأفعال والتعرف على المحيط، وأيضا بالتوقيت، يعني إذا تجاوز 7 ساعات من إهدار طاقة و أدى اللي حواليه، الأدى أكثر شيء ركزوا، الأذى اللي هو ممكن يتضمن الضرب، تكسير الأشياء، هاي الأمور. طيب إذا قلنا إذا تقوم به، يعني الأم لدرجة أنها هي معاش تقدر تركز على أي عمل آخر يأخذ تركيزها، أنا يصبح هذا. نعم. طيب إذا قلنا شو هي العوامل يلي ممكن تخلق عنا طفل مشاكس بالبيت؟ نعم، أولا لابد أن احنا نسأل نفسنا سؤال: هل هذا السلوك عن طفلي مكتسب أو فطري؟ طبعاً هذا البعض يمكن يقف أن الفطرة كلها سوية، لا، عشان نوضحه بس
الفطره سويه، لكن الفطره تعتمد على القدرات. فالطفل اللي عنده الذكاء التعلم الاي كيو بتاعه عالي، هذا طفل يستعمل المثلث المعرفي متى اين كيف باستمرار اكثر من الاخرين، فبالتالي يستكشف. فاحيانا اذا كان موضع الضوابط صحيحه من الاهل بطريقه صحيحه، يتحول الطفل الى مشاكس مزعج. امتى؟ اذا كان طريقه تعاملنا معه صد وعدم الاستجابة، فهي فترة سوية، بس أنا حولتها إلى مشاكسة لأني أنا لم أعلم أو لم أتعلم كيف أتعامل مع هذا الطفل اللي هو طفل طبيعي، بس حد الذكاء بتاعه مرتفع شوي، استعماله للمثلث المعرفي عالي. أما المكتسب فهو هنا لابد أن نشوف نوع الاكتساب. تقليد طبعا أنا مش حينفع نعالج الطفل ولا نتعامل معه إلا إذا حولنا مصدر التقليد. أحيانا بعض الأطفال مش بالضرورة الأهل يشوفوا أو المعالج أحياناً يغيب عليه نقطة مهمة، وهي إحنا نشوف أن الطفل بيقلد من البيئة اللي أمامه، ونشوف الأب الأم المدرسة جوانب هذه، وننسوا مؤثر كبير جداً الآن السوشيال ميديا والكرتون. أحياناً وأنا الآن بديت نهتم بدون ذكر أسماء قنوات، بعض القنوات المخصصة للأطفال فيها بعض الكرتون أو مسلسلات الكرتون هي رسوم متحركة للأطفال بحث الأطفال على سلوك معين. عفواً أنا لم أستمع. نعم أسمعك تفضلي. فهنا يعني لابد كأم ذكية وكمربي والمعلمة أيضا لها دور، نشوف ماذا يتفرج الطفل، ماذا يستقبل من مؤثرات. إن أحيانا التقليد يكون مش من بيئته، يكون من التلفاز، يكون من السوشيال ميديا، من الكرتون. والآن السوشيال ميديا فتحت أبوابها حتى أمام الأطفال، فهنا لابد أن احنا نزيل المؤثر، وإزالة المؤثر لابد أنها تكون تدريجية. والأفضل دائما إزالة مؤثر سيء للطفل، إيجاد مؤثر آخر بنفس التشويق وعكس التأثير. تمام. ثم النقطة الأخرى أن يكون رد فعل. كثير من سلوكيات أطفالنا هي عبارة عن رد فعل. دائما الإنسان بالمجمل احنا نقول العلاقات البشرية في 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 في, في البيهيفير عموما في التصرفات، دائما هناك فكرة، شعور، تصرف، فعل. فإذا كان الطفل قام بتصرف معين، أي تصرف بسيط جدا، مثلا ماما ليه لمية نشربوها بعد الأكل؟ ليه قلتي لي أشرب؟ ليه قلتي لي قول بسم الله لما بتشرب؟ فالأم ما جاوبتش الطفل بأريحية، ولا قالت له علشان نذكر الله، وعلشان ما حاولتش تشرح له بأسلوب جميل، وقالت له مش فاضية بيك، يعني مش توا. فالطفل يحس يجي الإحساس الرفض. إحساس الرفض يعطيه فكرة أحياناً إذا تكرر الأمر أحياناً، يا أما أنه هو يفكر أنه هو يتعرف بروحه، فهنا يصبح مزعج، بيكون هذا السلوك على حسب الفكرة، أو إلى أعلى درجات. هم في كثير من الأفكار ممكن تجي للطفل، أبسطها أني أنا حنكتشف بنفسي وأقصاها سأنتقل، وبالتالي رد الفعل هيكون اللي احنا نسموه الطفل المشاكس، لأن احنا بنينا فكرة أو بنينا إحساس خاطئ عند أطفالنا، بنت عليه فكرة غلط، دار بناء عليه فعل هو أصلاً رد فعل عن طريق الفعل الأصلي اللي احنا فعلنا. طيب يا دكتور، حضرتك وضحتي ان هناك قسمين للطفل المشاكس، يعني مشاكس بالاكتساب، اكتسب بعض الحاجات، والمشاكس يا حضرتك. نعم الصوت مش واضح. طيب حضرتك قسمتي الطفل المشاكس لقسمين، ازاي تحول الطفل المشاكس لقسمين؟ قسم ان هو اصبح مشاكس لانه اكتسب هذه العادات السيئه، والقسم الاول اللي مش عارف حضرتك، يعني انا مش متذكر حضرتك، تقريبا في وراثه او في حاجه من هذا القبيل. طيب بالنسبه للقسم الاول اللي هو الطفل اللي هو لا يكتسب هذه العادات السيئه، كيف يتم التعامل معاه؟ يعني طفل في النهايه حضرتك بتقولي ان هو مستوى ذكائه اعلى من اقرانه، انا كنت فاكر العكس. تمام. هو انا الصوت ضعيف عندي، بس اللي فهمته منك ان انت بناء على القسم، انا قلت نوعين الاولاد اللي هو طريقه الاكتساب، الطفل انه هو يكون هذا فطره عنده او مكتسب. نعم. المكتسب انواع كثيره، ذكرت جزء منها بس ما تكلمنا على الوراثة، لأن جانب الجيني يعني لا يتجاوز في الأمور هذه 3%، مش نسبة تذكر يعني. فأعتقد حضرتك سألت كيف نتعامل مع الطفل. نعم. إزاي؟ نعم إزاي نتعامل مع الطفل المشاكس، بالذات المشاكس بالفطرة؟ نعم. أغلب أصلاً
اصلا بالمجمل الاطفال اللي تحدث منهم التصرفات هذه عندهم قدرات عاليه، بس احنا اللي ما اكتشفناهاش فادت الى انحراف في السلوك. يعني حتى العناد هو اصلا طفل عنده قدرات قياديه، انا ما تصرفتش معاه صح فاصبح هو عنادي. فالطفل المشاكس هذا مش طفل قدراته ضعيفه، هذا عنده قدرات عالية، أما إن عنده وأكثريتهم عندهم قدرات تعلمية عالية. وإحنا طبعاً بالنسبة للقدرات العقلية عندنا أو قدرات الذكاء عموماً، في منها التعليمي اللي هو الآي كيو، في منها الاجتماعي وفي منها العاطفي. نهتم باللي عندهم الذكاء التعلمي عالي، لأن الطفل موجود في بيئة كل شيء جديد عليه فيبي يتعلم. اللي عندهم الذكاء العالي هذو أحياناً إذا ما عرفناش كيف نتعامل معهم يولوا مشاكسين حسب طريقة تعامل الأهل. نوع المشاكسة أحيانا يصبح بالضرب، أحيانا يصبح بس موجز، فكيف أنا أتعامل معه؟ أول حاجة أني أستوعب اهتمامات طفلي. الإجابة لابد تكون بسيطة وميسرة للطفل، وما نقولش للطفل مش وقتك، أنا تو مش فاضي، أنت كثير الأسئلة، أنت مزعج. لو أنا قلت لطفلي أنت مزعج سيتبنى هذه الفكرة ويتحول إلى مزعج. احيانا بعض الامهات تقول احنا تعبنا، ما عندناش اصلا فعلا اجابه. بالطريقه الصحيحه، حبيبي انا مشغوله شويه، بنت اول يعني انا مشغوله شويه، شو رايك مثلا نختار وقت مناسب، مثلا شو رايك بعد صلاه العصر او بعد صلاه العشاء او لما يجي بابا نبحثوا عن الموضوع ونشوف اجابه مع بعضنا. انا هنا نصنع في باحث، نصنع في انسان مفكر، نصنع في انسان يعتمد على الادله في كل المعلومات اللي هو يبيها، بدل ما نصنعه أشخاص للأسف شباب يكون فقط مشاغب ومزعج ويعتمد على الغوغاء هيك إحنا وجهنا قدراتهم إلى البحث. دكتورة لو عرفنا نتعامل معهم صح، أغلب الأطفال اللي تحت 12 ينتبهوا لهم ممكن تهذيب السلوك وصناعة باحثين طيب وحقيقة وصلت الصورة. دكتورة رقية، سؤال أخير يعني وباختصار لو سمحتي. اليوم بعض السيدات والأمهات يتجهون لتربية الأطفال على الطريقة التي تسمى بالحديثة، وأحيانا دون معرفة أصول هذه الطريقة وكيف التعامل مع الطفل على هذا الأساس، وأيضا يعني ممكن أن يتركون أطفالهم للمشاكسة والمشاغبة وإيذاء الآخرين ويقولون نعم أنا عم ربي ابني على الطريقة الحديثة. شو رأيك بهذا الحكي باختصار؟ طبعا هي التربية لا يوجد تربية حديثة ولا تربية قديمة، هي في تربية صحيحة وتربية خاطئة. ونحن كمسلمين بفضل الله عندنا شرع الإسلام وسنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أساس التربية، لكن هذا لا يعني أن احنا مش معتمدين أسلوب التربية الحديثة وناخذ بالعلوم والدراسات اللي موجودة في السلوك وفي العلوم الاجتماعية. لكن اللي حابة نوجهه لكل أم، عشان طفلك يكون سوي وما يتعرضش لاي اضطراب من الاضطرابات هذه سواء مشاغبه ازعاج او تدني مستوى او اي كان، هو الاول طفلك حاله خاصه، طفلك مش حاله عامه. يعني ما ينفعش تاخذي اصول تربيه ابنك من مواقع عامه نعم. وارشادات عامه، مش معنى ان هذه فيها خطا لا، لكن دائما في فرق بين الحل العام والحل الخاص. طفلك نعم. عنده مميزاته الخاصه، علشان هيك الافضل ان انت تستعيني بالمختصين او انك انت تتعامل مع طفلك من البدايه على انك انت تعرف قدراته، توجهيه في اتجاهها، تنمي مهاراته. مجرد ان احنا الطفل سنه ونص ننتبه لقدرات اطفالنا ما نوجههمش بناء على رغباتنا احنا او على اخوهم او نقارنهم بغيرهم، لا كل طفل هو حاله خاصه، ما نتعلمش من واحد ثاني. لما نوجهه في اتجاه قدراته ونعلي له مهاراته فيها ونعامله على انه هو ذي كيانه الخاص، أنا تجنب الكثير. نعم للأسف انتهى وقتنا دكتورة، كنا محتاجين نستعين بحضرتك أكثر من كده، لكن للأسف انتهى وقتنا. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة رقية دوما، مداخلة جدا قيمة صراحة نعم. ومعلومات جدا مفيدة يعني بهذا الموضوع.